بالنسبة للناس اللي يشكوا في تضحيات الجسام مجزرة 8 ماي 45، راه غير ثاني اللي يقولها، أرض مفرشة بالأجسام، أجساد نتاع ضحايا شهداء نتاعنا، دماء اللي رموها من الهليكوبتر، واللي رموها بكذا في البحر، واللي رموها في هذه، واللي شعلوا فيهم النار، واللي داروهم في الكوشات نتاع الجير. يعني إجرام واضح معنا من درقوا فيه. اليوم الحمد لله فضل هذه التضحيات، وما هي مزية حتى من واحد، تضحيات نتاع الشهداء نتاع الجزائر اللي خلاو الجزائر اليوم مستقلة، وخلاو الجيش نتاعها قوي وسيتقوى أكثر لحماية هذا الاستقلال. لأن اللي ما يصونش قيمة تضحية نتاع شهدائنا، وما يصونش كرامة الجزائر والدفاع عن استقلالها وحريتها اليوم، لا تاريخ له ولا مستقبل له.